مرحبا بحضراتكم مرة تانية. خلينا هنتكلم في الفقرة دي الحقيقة عن السيرة الهلالية. يمكن قبل ما نبدأ حديثنا، من أكتر الناس اللي سمعنا أو خلاها مشهورة، يمكن في العديد من السير موجودة في التراث الشعبي المصري بالتأكيد، لكن من أشهرها واللي وصلنا ليها كان طبعا الخال الأبنودي اللي وصل السيرة الهلالية وجمعها على مدى أكتر من 40 عام. كان كل شاغله طبعا له العديد من الإبداعات، لكن كان شاغله الشاغل هو العمل على هذه السيرة ووصولها لنا بشكل كبير جدا وانتشارها. لكن بالتأكيد في ناس ما نعرفهمش شغالين على هذا الملف بشكل أكبر. في العديد من السير يمكن نكون ما نعرفش عنها. هنعرف يعني إيه أصلاً سيرة في التراث، نعرف مين أهم السير المعروفة فيه كمان باسم سيدات. خلينا نتعرف على كل السير الشعبية. بيشرفنا في الاستوديو الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية. صباح الخير يا دكتور، أهلاً بحضرتك. صباح الفل، أهلاً بيك. خلينا نتكلم أصلاً يعني إيه سيرة شعبية الأول. بداية كده احنا مش عاوزين نفضها سيرة. مش هنفضها سيرة مع حضرتك. عاوزين نتكلم على السيرة الشعبية. اتفضل. السيرة الشعبية ده يعني واحد من أنواع الأدب الشعبي المعروفة في تاريخنا المصري والعربي. وهي عبارة عن ببساطة خالص يعني رواية طويلة، سيرة بطل أو مجموعة أبطال بيحكوا مرحلة من مراحل التاريخ، وفي معظمها هتلاقي الهدف من السيرة هي مقاومة العدوان الخارجي اللي بيهدد الأمة العربية. بيقود ده بطل من الأبطال، يعني مثلا ممكن يكون عنترة بن شداد الأميرة ذات الهمة، سيف بن زيزان، السيرة أبو زيد الهلالي إلى آخره. هتلاقي الأبطال دول معهم مجموعة من الأبطال. دايما بيرويها رواة معروفين اسمهم رواة السيرة. طبعا. وبيروها دايما على آلات بسيطة، يعني ممكن تكون الربابة، المزمار، الطبل البسيط الى اخره. وكان في عندنا في مصر على فكره حاجه اسمها مقاهي السير الشعبيه، يعني كان بيتحكي عليها السير الشعبيه. مقا ده بيتحكي عليه السيره الهلاليه، ده بيتحكي عليه سيره عنتره، ده بيتحكي عليه الظاهر بيبرس الى اخره. وكان فن السيره ده فن طبعا ما بتتقالش يعني هو مش حكايه شعبيه دي، يعني مثلا في سير بتقعد فيها الاف الصفحات. سيره الظاهر بيبرس او سيره عنتره دي الاف الصفحات الهلاليه دي 2 مليون بيت شعر مثلا، عرفت يعني؟ يعني في حاجات كده جامده يعني. بتاخد سنوات، احنا كنا 40 سنه بس كانت السيره الهلاليه. طبعا وراوي السيره بيبدع كمان، بيرتجل. لكن احنا عندنا مجموعه السير الشعبيه العربيه هتلاقيها اتجمعت معظمها في مصر واتكتبت واتدونت واتطبعت وبتتباع دلوقتي، يعني ايه موجوده في الطبعات القديمه. طب ايه اهم هذه السير؟ ما نقدرش نقول اهم، لكن نقدر نقول السيره الوحيده التي تروى حتى الآن، ليها رواة موجودين حتى الآن، هي السيرة الهلالية. السيرة الهلالية. لأنه يعني وليها كمان مدارس، مدرسة الصعيد مثلا اللي هم بيقولوها حقيقة. بشكل مربعات معينة وبتتقال على الربابة، وهتلاقي مثلا القناوية، مثلا القناوي بقى عليهم كذا. هتلاقي مثلا جابر أبو حسين ده الرئيس الكبير مثلا اللي حضرتك قلت من شوية جبت سيرة الأبنودي، هو جمع من جابر أبو حسين والدوي. سيد الدوي راجل يعني عارفه. هتلاقي مدارس وهتلاقي كبار رواه بيرووا هذه السيره. وطبعا يعني صعب نلخص السيره بقى، لانه دول من نجد، مجموعه الهلاليه اللي جايين من نجد، وبعدين راحوا تونس عشان بيبحثوا عن مكان فيه ميه وزرع وكذا، فحصل الصراع العربي. للاسف الشديد هي الهلاليه فيها صراع عربي عربي، يعني ما بين الهلاليه وما بين تونس الخضراء. لو رحت تونس على فكره هتلاقي نص تاني مختلف بالظبط على حسب يعني الروايه من بس هو الجميل ان انت هتلاقي الابطال بيحترموا بعض. ابطال حتى اللي ضد بعض في حاله احترام. وفي مواطن في السيره كمان جميله، انا نفسي المبدعين الحقيقه يبصوا للسير دي ويطلعوا لنا منها افلام سينمائيه ويطلعوا منها مسلسلات. طيب بالنسبه للافلام خلينا نتكلم على سيره عنتر بن شداد. عنتر بن شداد. عارفه حضرتك فيلم عنتر بن شداد اللي هو بطوله فريد شوقي؟ ده عباره عن قد ايه في السيره الشعبيه؟ صفحه مثلا. يعني عنتر بن شداد مثلا حوالي 10,000 صفحه، كويس؟ اللي في الفيلم ده حوالي 300 400 صفحه. طيب كويس. يعني اقول لك على معلومه، عنتر بن شداد ده اتجوز عبله مش كده؟ والقصه بقى والنق الحمر وراح وجبه. هي دي النقطه اللي احنا مركزين عليها دايما. طب ايه رايك لو اتجوز 7 6 تانيين غير عنتر؟ كان بيحبها قوي مثلا. يعني راح بلاد قسرة وقيصر وتزوج من هناك وحققت حروب
في الهند وقاد حروب كثيرة من أجل حتى رفعة قبيلة بني عبس وسط القبائل ودافع عن طبعا خدي بالك إن في سير بتبقى في العصر الجاهلي وصور بعد كده في العصور الإسلامية دي بتبين إنه ده يعني عبد أسود بيبين بحاول يصل إلى الفروسية إلى أن وصل إليها. وعلى فكرة السيرة خلت أمه زبيبة خلته في الآخر ملكة من الملوك وتم أسراه وهي صغيرة، يعني ادوله حقه قوي في المسألة. وكمان السيرة فيها حاجة جميلة إنه الشخصيات المساعدة، يعني تلاقي مثلا واحد زي شيبوب يعني عبلة تتخطف، شيبوب عنده سرعة بديهة وتنكر وحيلة عشان بيجيب له عبلة. الفرس بتاع عنتر ده ما يقدرش يعيش من غير الأبجر، الفرس يتجنن. هو عنتر يشيل السيف ويجري وإلى آخره، لكن حيلة لا، تلاقي شيبوب. نفس المنطق هتلاقيه في سيرة زار ببرس، هتلاقي في واحد اسمه مثلا عثمان بن الحبلة، أو هتلاقي في شيحة، ملاعبش، عارفة أنت بيقولك ملاعب شيحة، أيوه، شخص اللي بيتنكر وكذا وكذا، ده هتلاقيه دايما مرافق للبطل عشان بيساعده إن هو يوصل للغاية. يعني ده أصل فعلا كلمة ملاعب شيحة ولا هي شخصية فعلا؟ هو شخصية اسمه شيحة، اللي هو بيتلون وبيغير في وشه وبيغير في، يعني احنا واخدينها من السيرة، من السيرة الشعبية طبعا. والسيرة الشعبية اللي هي المصرية اللي اتكتبت في مصر. روحي بقى على منطقة تانية رائعة جدا في سيرة سيف بن زيزان. وعلى فكرة السيرة دي أنا مش عارف، يعني مفترض إنها اللي يقراها كويس هيلاقي مواكبة للأحداث اللي احنا بنعيش بقى، صراع ما بين المصريين والأحباش، كويس؟ على إيه؟ على النيل. تخيلي؟ وصراع على النيل و و و و و و طب ما تيجي ناخدها الحلقة الجاية بالتفصيل. طيب خلاص ماشي. لكن لا برضو كلمنا عليها دلوقتي، لكن لا يعني هو قصة البطل سيف الهدف إنه يبحث عن كتاب النيل اللي الأعداء مخبيينه لحد ما بيجري بقى النيل، وفي روايات جميلة جدا حواليه. أنت جبت سيرة المرأة. الحقيقة برضو المرأة في السيرة دي عاوزة أفلام. يعني تخيل ان في سيره اسمها سيره الاميره ذات الهمه، سيره باسم امراه، يعني لما تقول سيف وعنتر وابو زيد اللي دي واحده اسمها الاميره ذات الهمه. طبعا دي بترتكز السيره بتاعتها على ايه، ولا مين الاميره ذات الهمه؟ الاميره ذات الهمه دي اولا فتاه والدها لما خلفها كان هو عاوز ولد علشان الملك بتاعه، فوداها في مكان تتربى فيه، كبرت وتعلمت الفروسيه وكده، وبقت تقود المسلمين للحرب ضد الروم وفتح القسطنطينية، وهي اللي قادت كل هذه الحروب بقوتها وفروسيتها وعلمها. ومش بس كده كمان، يعني هي اسمها بنت فاطمة بنت مظلوم، حبها واحد اسمه الحارس ابن ظالم، فبقت القصة بينهم من ظالم ومظلوم دلوقتي. خش بقى في الدراما رائعة جدا جدا، ابنها عبد الوهاب اللي واقف جنبها، وزيرة علي الزيبق المصري اللي اتعملت مسلسل جميل جدا على فكرة. مسلسل كان من اجمل المسلسلات جدا. الحقيقة شوف السيرة لما نعرضه تاني يا جماعة، كان فعلا المسلسل ده كان رائع. نفسنا بقى في صرف جامد بقى على السير دي، يعني عارفة انت علي الزيبق ده هو نفسه بطل وفارس وبتاع ملاعيب، يعني بتاع عوض حيل. خدي بالك انه المصريين بيحبوا قوي الشخصيه اللي فيها حيل شعبيه، ودي اللي دايما بتجتذبهم. اللي خلى مسلسل علي زيبق في مصر ينجح انه في كل حلقه كان بيعمل يعني ملعب في صنقر، اللي هو الكلبي، اللي هو اللي كان ضد، اللي هو الحاكم، اللي هو اللي كان ظالم واللي كان ضد الناس وكده، هو كان علي زيبق بيجيب حقوقهم وكده. كان يعني احمد بدير لا، كان فاروق الفيشاوي هو البطل. فاروق الفيشاوي هو اللي عامل هو علي الزيبق. علي الزيبق. وكان التاني كان الوزير. لا الوزير هقول لك اسمه معروف، انا بس مش جاي في دماغي دلوقتي. خلاص يعني يعني اللي انا عاوز اقوله في الاخر انه الشخصيات الخاصه في السيره الشعبيه، احنا عملنا مره تجربه من كام سنه انه جبنا شعراء السيره الشعبيه الهلاليه تعديلا هم اللي بيقولوها دلوقتي، وقعدناهم في قهوه بلدي في وسط البلد وعزفوا واتكلموا وعزفوا جزء من السيره. الناس كلها اتلمت وفرحت
وقالت طب يا ريت الحقيقه طبعا تاني. نعمل لأنه احياء مره تانية للعديد من السير. احنا خدنا العديد من النماذج من حضرتك، لكن بالتاكيد لنا فيها طبعا تاني. انا بقول لك السيره طويله يعني، كل واحده عشان نحكي حكايتها لا مليانه عناصر دراميه جميله جدا. ان شاء الله اتشرفنا مره تانية. الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبيه، كل الشكر. وبالتاكيد يا ريت نشوف، احنا جبنا فعلا كذا يعني سيرة شفناها من خلال المسلسلات، عايزين عودة مرة تانية لهذا الإنتاج العديد من السير اللي بتستحق ان احنا نراها بالتأكيد في العديد من المسلسلات.